المراحل للهجرة. على مدار يومين استضافت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ندوة بعنوان الهجرة وتصاعد اليمين المتطرف، وقد تم التركيز على آثار الهجرة البشرية والرهانات الجيوسياسية على مستقبل الجزائر. في اعتقادنا أن اليمين ليس اليمين المتطرف فقط من يستعمل أو يستغل هذا الملف، وإنما كاين أحزاب أخرى وتيارات أخرى تريد أن تصل إلى السلطة بالملف المهاجرين. الظاهرة التي تخطت الحدود وتقاطعت مع ظواهر أخرى كالإرهاب والجريمة المنظمة استعملتها دول كشماعة وأخرى لضرب دول تضايقها كتعويمها بأمواج بشرية للمساومة. وجب دراسة هذه الظاهرة التي لها علاقة مباشرة بحياة ملايين المهاجرين في الفضاء الأوروبي، وحينما نتكلم عن الفضاء الأوروبي فنحن نتكلم عن الفضاء المتوسطي الذي يصل عدد سكانه قريبا إلى 500 مليون نسمة، ونحن جزء من هذا الفضاء المتوسطي، والجزائر كما يعلم الجميع في قلب إعصار كبير، بعد أن كانت دولة مصدرة أصبحت مستقبلة وبلد عبور للهجرة والمهاجرين. نحن أيضا لم نعد دول مصدرة وإنما أصبحنا مقصد في المهاجرين الأفارقة الذين يأتون إلى الجزائر بالآلاف، لم يعودوا يهتموا لأنه كان هناك نفور في أوروبا، هناك تضييق في أوروبا، لم يعودوا يختاروا أوروبا وإنما البقاء في الجزائر، لأنه بالمقارنة بين الجزائر ودولهم خاصة دول الساحل اللي هي غير مستقرة، نعرفوا جميعا أن عندها نزاعات مجتمعية ممتدة، وأيضا الإرهاب، كل التهديدات الأمنية الموجودة، إذن هذا الشخص يفضل أن يبقى في الجزائر لأنها الأكثر استقرارا. مواضيع مثل هذه صار من الضروري أن تلعب مخابر البحث دورها لرصدها ومعرفة مستقبلها.